الاخرين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو باحسن احسن احسن احوال. عارفه راسي طولت الغيبه، وعارفه راسي، ولكن نتوما عارفين النفسيه شويه كتكون مدمره من بعد الوفاه ديال الوالد ديالي. صراحه جاني صعيب 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 بزاف نريكوبيري ونرجع للحياه الطبيعيه، وكنحاول نخرج راسي من هاد الازمه اللي انا فيها. شكرا للناس اللي دايرين ليا، شكرا لكل واحد ساندني ووقف معايا وحاول باش يغير من النفسيه ديالتي. شكرا لكم من كل قلبي. اليوم تحت طلب ديالكم جبت لكم لا روتين ديال لو سوار اللي كندير للعنايه بالجسم. ما غاديش نهضر على العنايه ديال الوجه، غنخليوها في اون اوتر فيديو ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا فقط على العنايه بالجسم، كيفاش تكون فينا ريحه زوينه، كيفاش نكونوا انيقين حتى في المنزل ديالنا وتكون عندنا ريحه زوينه ونعتنيو بالجسم ديالنا باش ما يكونوش عندنا تصبغات في الجسم، ما يكونش عندنا عدم توحيد اللون، باش ما يكونش عندنا ريحه خايبه في الجسم ديالنا. غادي نبارطاجي معكم لي سيكري باش تكوني أنيقة في المنزل ديالك. اول حاجه غادي نهضر عليها واللي هو بالنسبه ليا ان انديسبونسابل، شي حاجه اللي زوينه بزاف، خفيف، ريحته زوينه بزاف، ديال مارك كوتيج. هو قماش على باس ديال السكر، غزال بزاف 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 البنات. كوتيج واحد الماركه اللي غنيه يعني التعريف، القماشات ديالها متواجده في الاسواق حاليا، كراميل فاني وهذا ديال الورد، غزال 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 بزاف. ريحه ديالته ما يمكنش حاجه زوينه، فيه ريحه الورد، في واحد الريحه زوينه بزاف، والقماش ديالو مقبول امن وخفيف على البشره. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان الجسم ما تيبغيش قوه الصنفره او التقشير القوي، لانه من بعد كيرجع لك بالكحوله او التصبغات الا ما تخيطاش مزيان. دونك هذا كافي بزاف، البشره ديالك خفيف وزوين، واهم حاجه انه كيعطي ريحه زوينه. ثاني حاجه غادي ندوز ليها اللي هو العشق ديالي، ريحته رائعه جدا. هو بحال شكل كريم جيل دوش، كيقدم لك الترطيب الكافي للبشره ديالك، ما كيكونش اغريسيف على البشره ديالك، وفي نفس الوقت كيعطيك واحد الريحه زوينه اللي كتماشى كذلك مع هذاك الجيل دوش ديال كوتيج. ريحته غزاله بزاف وما غاديش عليه. ثاني حاجه غادي نهضر عليها، انا بالنسبه ليا الشعر ديالي باش كنتفادى تساقط الشعر، كنستعمل شامبوانات اللي كيكون فيهم سون سلفات او لا يكونوا دي زانغريديون ناتورال، يعني مكونات طبيعيه. هذا من شركه لوفيا، لانه هذا كنستعملوه فقط للاطراف تاع الشعر. باش نكون معكم صريحه، ما كنستعملوش على فروه الراس، لانه كنستعمل شامبوانات اخرين ضد تساقط الشعر بحال فورتيفان ولا بورياديرم، باش كنحاول نوفر على شعري ما يطيحش، يعني كنحاول نعتني به اكثر. هذا كيمنح شعري الترطيب، لانه صبغه شعري بالاشقر، فهذا كيحافظ على البشره ديالتي. الماسك ديالو هذا 3 في 1، رائع جدا. 98% هو فيه مكونات طبيعيه. 3 في 1 علاش؟ لانه ممكن تستعمليه قبل الدش كماسك للشعر، كذلك ممكن تستعمليه اثناء الدش، وكذلك ممكن تستعمليه بعد الدش كديميلون للشعر، وكتخليه في شعرك وكتستشوريه او تنشفيه ولا داك. غزال 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 غزال، ورائع. هذا كتلقاوه في لي غون سيرفاس بحال كارفور، اما في مرجان ولا اسواق السلام، اما في مرجان ما عرفتش واش فيه ولا لا صراحه. ندوز لثاني حاجه، تعطير الشعر وفي نفس الوقت تيرطب الشعر، وفي نفس الوقت حتى هو ما فيهش سلفات، ما فيهش بزاف ديال الحوايج، امن على الشعر وكيعطي ترطيب. كيف قلت لكم انا صبغه شعري بالاشقر، فهو كيحافظ عليه. عاد الريحه الزوينه ديال المونوي اللي فيه رائع 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 جدا، و حتى هو الثمن ديالو في المتناول، حتى هو تلقاوه في الاسواق التجاريه الكبرى. بالنسبه للشعر باش تحميه من الحراره
ضروري ضروري الشعر خصو يتحمى من الحراره قبل ما تنشفيه اولا ديري ليه مجفف شعر. فانا كندير هذا حاليا. كاينين بزاف ديال المجففات ديال زعما اللي كيحميو من الشعر، هذا زوين بزاف كيعطي حتى ترتيب للشعر او ميم طون كيحمي من الشعر، صراحه رائع جدا، زوين 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 بزاف. وعاد راه امين زعما امين على الشعر حتى هو، وباش ما يسببش لكم تساقط شعر. يعني اي منتج نبغوا نستعملوا شعر ناقصنا نردوا ليه البال، ياك ما كيسبب لنا تساقط شعر في هاد الاواخر هادو، ولينا كنشوفوا منتجات اللي كتستعمليهم وللاسف كتلقايهم كيسببوا تساقط ديال الشعر. ففاش كيسببوا لك تساقط شعر يعني ما الفائده ديالتهم؟ يعني واخا هما زوينين يرطبوا كل شيء، ولكن كتلقايهم كيسببوا تساقط شعر. فمن الاحسن اننا نتفاداهم وما نستعملهمش من اصله. هذا الشيء اللي كاين. نتمنى ان هذا البرودوي يكون باين لكم، تتلقاوه عند الناس اللي كيجيبوا المحلات اللي كيبيعوا المنتجات ديال العنايه. فها هو رائع زوين بزاف، هو كيجي بحال شكل رغوه بحال شكل موس، وكتستعملوه قبل من السجوار كيحمي حتى ل 230 دغري. زوين. حاجه كتعجبني هي ما بعد الدوش، كيعجبني نستعمل الروايح اللي يكونوا زوينين وخفافين وفي نفس الوقت ما كيضروش في النيف او لا كيضروا في الراس. هذه خفيفه بزاف ديال فيكتوريا سيكريت بالجاسمين، زوينه بزاف، كتجي هي ولا كريم ديالها. بالنسبه للكريم انا كنزيد عليه شويه ديال الزيت الاساسي ديال عرقسوس باش كيعطيني حتى تفتيح، وفي نفس الوقت كيعطيني الترطيب. ها هما هاد لو كومبو البنات، كتعطي رويحه زوينه للجسم ديالك، وفي نفس الوقت كتستعملي معاه الزيت الاساسي اللي كيعطيك كذلك تفتيح ديال هذا البشره. بالنسبه للديودورون كنستعمل هذا ديال دوف. بالليل كيخصك تستعملي شي حاجه اللي خفيفه، شي حاجه اللي ما تكونش قاسحه كيف قلت لكم، وميم طون ما تكونش كتحبس على العرق، يعني كتعطي رويحه زوينه. مزيلات ديال العرق كنفضل انني نستعملهم حتى النهار ما نستعملهمش بالليل، ويكونوا حتى هما امنين. واغلبيه كنستعمل مزيلات العرق اللي كيكونوا يعني زوينين حتى من بعد، وغادي نوريهم لكم ان شاء الله وغنهضر لكم عليهم. هذا ديال دوف ديال الرمان، غزال غزال، فيه واحد الريحه يا البنات، واحد الريحه يا سلام البنات، واحد ريحه النقاء ما يمكنش. الناس اللي مجربينها عارفيني علاش كنهضر، واحد الريحه غزاله 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 بزاف، ريحه النقاء. وهادي الفخامه، هادي رهيبه لواحد الدرجه ما كتصورش، واحد الرقي، واحد الريحه زوينه 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 يا البنات، لواحد الدرجه ما كتصورش وما مطلياش وما كايناش عند زعما ما كتشوفيهاش في كل بلاصه. عجبتني لانها خفيفه سمحوا لي، وكتدوم واحد المده زعما لا باس بها، وريحتها زوينه زوينه يعني ما كتضرش في الراس. كتعجبني هي نعتاني بيديا رجليا ووجهي. كندير هادو ماسك، خديتهم ديال ليدين، تلقاوهم في بيم تلقاوهم بارتو، زوينين بزاف، كاينين حتى عند لي بارفيمري، الناس ديال شيئين تلقاوهم عند شيئين، زوينين بزاف، كديريهم هكا ليديك. هذا ماسك ديال الوجه غزال من افون، اش غنقول لكم، واعر 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 باحماض الفواكه، غزال بزاف، كيعطي واحد الترطيب رهيب للبشره، عرفتي كتحسي بها مجبده مقاده، واعره 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 ما يمكنش، غزال. وهذا ديال ترطيب الشفايف شي حاجه مهمه 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 بزاف، هو ترطيب الشفايف. انك تستعملي مرطبات تاع الفم، تستعملي هكا اللي فيهم حمايه، ما فيهمش حمايه مهم خصك ترطبي. انا بالنهار كنستعمل هذا ديال، كنستعمل بالنهار واحد فيه حمايه اس بي اف، وبالليل كنستعمل غير مرطبات بحال هكا اللي سامبل. هذا غزال البنات، وكاين هذا ديال نيتريجينا غزال البنات، ترطيب رهيب رهيب رهيب. هذا غزال البنات، غزال غزال غزال، حتى هو كيعطي واحد الترطيب زوين 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 ما يمكنش، غزال. وخلاص الماسك،
كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى من كل قلبي تكون نالت الاعجاب ديالكم. قسمت معكم فيها شويه من لاغوتين اللي كندير بالليل ونتمنى انها تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي عزازين عليكم. كانت معكم اختكم في الله سميه، احبكم في الله. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.